بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 48 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. أبو إبراهيم يسأل بداية في هذا اللقاء عن معنى الآية الكريمة في قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من هو السائل ومن هو المحروم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الحق المعلوم هو الزكاة التي فرضها الله في أموال الأغنياء حقا للفقراء، والسائل هو معروف، هو الذي يسأل ويطلب من الناس أن يعطوه له حق. وأما المحروم فقيل هو الذي لا يسأل، يتعفف عن السؤال فيحرم، وقيل المحروم هو الذي أصابته جائحة اجساحت ماله، كان له مال وكان غنيا ثم أصابته جائحة اجساحت ماله فأصبح فقيرا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال ثاني يقول: الشيخ، لماذا سميت سورة الأعراف بهذا الاسم، وقد قرأت في كتاب بأن الأعراف سور بين الجنة والنار يمكثون فيه عددا من السنين، هل هذا صحيح؟ نعم، سميت سورة الأعراف لذكر الأعراف فيها، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم، فسميت السورة بالأعراف لذكر الأعراف فيها. والذين على الأعراف قيل إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيكونون بين الجنة والنار، لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها. نعم، جزاكم الله خيرا. أبو رائد له رسالة في هذا البرنامج أرسل بها عبر الفاكس، يقول: لدي أرض في مدينة الرياض وبالتحديد في جنوبها، سعرها منذ 10 سنوات وحتى الآن لم يتجاوز 10,000 ريال، وفي نيتي بأنني أريد أن أبيعها أو أقوم ببنائها وإيجارها، فهل فيها زكاة والحالة هذه؟ وإذا كان فيها زكاة فماذا عن السنوات 10 الماضية؟ أثابكم الله. إذا كنت كما ذكرت مترددا بين بيعها أو بنائها وتأجيرها فليس فيها زكاة، إنما تجب فيها الزكاة إذا عزمت على بيعها، لأنها حينئذ تصبح من عروض التجارة. أما إذا كنت مترددا في بيعها فليس فيها زكاة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم ثامر أيضا أرسلت بسؤال للبرنامج، تقول: ذهبنا أنا وزوجي وبنات أخيه إلى مكة لأداء العمرة، وطفنا، وعندما جاء السعي سعينا شوطا واحدا فقط بسبب خلاف بيننا فلم نكمل السعي وذهبنا إلى جدة، ماذا علينا؟ مع العلم بأننا أدينا العمرة بعد هذه الحادثة في سنوات قادمة. هذا خلل عظيم، وعمرتكم لم تكمل، لأن العمرة هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، تكون من هذه المناسك، وأنتم فعلتم الطواف، فعلتم الإحرام أولا ثم فعلتم الطواف، فعلتم اثنين فقط، وبقي اثنان: السعي والحلق أو التقصير، فمعناه أنكم باقون في إحرامكم بالعمرة الأولى، فإذا كنتم دخلتم في عمرة ثانية بعد ذلك فإنها تكون مضيا في العمرة الأولى، إلا إذا حصل جماع في هذه الفترة بين العمرتين فإن العمرة الأولى تفسد وتكون الثانية مضيا في العمرة الفاسدة، فعليكم بالإتيان بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمتم به في العمرة الأولى، وتكون قضاء للعمرة الفاسدة، وعلى كل واحد منكم ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء. أما إذا لم يكن حصل جماع في الفترة تكون العمرة الثانية مضيا في العمرة الأولى، وإحرامكم ثاني هذا لا قيمة له، لأنكم ما زلتم محرمين من الأول. نعم،
شيخ صالح حفظكم الله، يعني الناس الذين يذهبون إلى مكة يريدون الأجر، يريدون أن يجدوا لذة العبادة والأنس والراحة، تعجل بعض الناس أو إحداث خلافات فيما بينهم بين الأولاد والبنات وفي العائلة، هل من توجيه لهم مثل هؤلاء الذين حصل خلاف بينهم؟ نعم، الحج والعمرة عبادتان عظيمتان، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، أي وأتم العمرة، لا بد من الإتيان بهما تامتين بمناسكهما وما يشرع فيهما. أما أنه يحرم بعد ذلك يرفض الإحرام ويذهب بدون أن يحصر، بدون أن يحصل له إحصار، وإنما هو من أجل نزاع حصل بينه وبين أهله أو بين رفيقه في السفر، أو أنه وجد زحمة كما يفعل بعض الناس، يجد زحمة يقول خلاص أنا من ملزوم أو ما أشبه ذلك، فهذا من العبث العباد. والواجب على الإنسان حينما تعرض له مشكلة في الحج أو العمرة أن يبادر بالسؤال، سؤال أهل العلم، ما هو سؤال أي واحد، سؤال أهل العلم المعروفين، المعروفين بالعلم والفتوى، ما يسأل أي واحد أو أي متعلم أو أي متعالم ثم يغويه ويغريه ويوقعه في الخطأ، يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، أحسن الله إليكم مبارك فيكم. السائل حاء عين يقول استيقظ من نومي عقب صلاة المغرب بساعة ويريد أن يصلي، هل يجوز القراءة في الصلاة جهرا أو سرا؟ صلاة الليل سواء فريضة أو نافلة جهرا، المستحب أن تكون جهرية، الجهر بالقراءة في صلاة الليل مستحب وليس واجبا. نعم. يقول هل يجزئ الغسل من الجنابة في يوم الجمعة عن الوضوء؟ حسب النية، إذا نوى بطهارته الحدثين وعمم جسمه بالماء ناويا ارتفاع الحدث الأصغر فإنه يدخل في الطهارة المستحبة، لأن الاغتسال للجمعة طهارة مستحبة مشروعة، فإذا نوى دخول الطهارة الواجبة فيه فإنها تدخل، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن كونه يتوضأ أولا ثم يغتسل ثانيا هذا هو الأكمل والأحوط في حقه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل الشيخ، يقول ما رأي الشيخ حفظه الله باصطحاب الأطفال الصغار للمسجد من سن 3 سنوات؟ إذا كان يخاف عليهم، فلا بأس أن يذهب بهم مع الاحتفاظ بهم وعدم تركهم يلعبون ويسيئون إلى المسجد وإلى المصلين، إذا كان يضبطهم، وإذا تركهم يخاف عليهم فلا بأس أن يصطحبهم معه مع ضبطهم، أما إذا كان يذهب بهم ويتركهم يعبثون ويسيئون هذا لا يجوز له. نعم. يقول ما رأي الشيخ عن بعض الناس فضيلة الشيخ عندما يريد يقول إلى أحد المساجد يكون في ثوب البيجامة، وهل هناك ثياب يعني مخصصة للصلاة، وما حكم دخول هذه المساجد البيجامات؟ الشرط الذي لا بد منه ولا تصح الصلاة إلا به ستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذا شرط، وما زاد عن ذلك فهو من الكمال والجمال. الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة على قسمين، زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي تجميل الهيئة واللباس، الله جل وعلا أحق أن يتجمل له، لكن هذا من باب الاستحباب، أما الشرط فهو يحصل بستر ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، وأما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. نعم، أحسن الله إليكم. أقول للإخوة والأخوات بأننا نبهنا في هذا السؤال القادم عدة مرات في هذا البرنامج، ولكن نظرا في رغبة الفائدة للإخوة والأخوات، هذا السائل الشيخ